اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضيه قضايا واحداث. حلقه النهارده هي قضيه قتل الاستهتار، بس قبل ما نروح للقضيه معانا حدث حصل من قريه طنبشه مركز بركه السبع. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراق الاحبه لا محزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. اتقدم بخالص العزاء الى اسره اخي وحبيبي المهندس منير مندوب. معانا فيديو للعزاء يتكلم عن مليون كلمة، هنشوف في صور هتعبر عن مليون كلمة، تعالوا بينا نشوف محبة الناس ليه ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل المملكة العربية السعودية تتقدم أسرة برنامج قضايا وأحداث، تقديم الإعلامي مصطفى عبد الله والمخرج أكرم درة وفريق العمل، بينعو بخالص الحزن والعزاء أسرة المرحوم المهندس منير مندور الصديق والأخ للإعلامي مصطفى عبد الله، ونتمنى من الله عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ومغفرته ويرزق أسرته وصديقه المقرب الإعلامي مصطفى عبد الله الصبر والسلوان. كنت معكم دينا حمدي من داخل المملكة العربية السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا صورة تحدثت عن كثير من بعض الكلمات، صورة عبرت عن قد إيه حب الناس المهندس منير مرحوم منير مندور الله يرحمه. كلمة لا أقدر أن أقول سوى ندعو من الله أن يتقبله برحمته وإلى الأهل بالصبر والسلوان. جينا بقى لفقرة حلقتنا النهاردة عن حلقة عن قتل، جريمة بأبشع الصور، جريمة قتل بلا رحمة. رجل من أجل مشاجرة بين طفلين قام بقتل طفل رجلان، رجل لديه 4 أولاد ورجل كان على وشك الزواج لفتح أسرة وباب جديد. معانا فيديو هنشوف فيه كلام والدته وأخوه ونرجع نتكلم عن تفاصيل الجريمة. كنت قاعدة هنا ومرات ابني جت خبطت عليا، قالت لي تعالى ده سليمان ابنك بيتخانق. بقول لها بيتخانق مع مين؟ وقالت لي معرفش. طلعت الشارع ملبسة جلابية في الشارع. قالت لي طب ده طلع ده واحد غزه وطلع على المستشفى. رحت على المستشفى لقيت ابني ميت مش صاحي. رحت التاني اما قالوا ده سليمان سعيد كمان اتغز، بقوا الاتنين ميتين. بيت بتعلق صوت الشارع زي المجنونه. ليه؟ عشان ايه؟ علشان شتمه والم يضيعوا لي رجلين؟ ليه؟ واحد كان يخش في عيد رمضان والتاني معاه 4 عيال 3 عيال وبرضه ابني برضه اتغز برضه التالت، يعني سنتي كان هيجيب على ويخش على القلب. بيجي الصبح عليا بقوم افتح له الباب. دلوقتي بقيت زي المجنونه اقوم افتح الباب لنفسي اجري في الشارع. ليه؟ ليه حرام؟ الناس تودي واحد وانا بدي عيالي بالجمله. بوديهم بالجمله في التراب. ليه؟ الراجل ده بيجي الساعه 4 بالليل، اللي اسمه جمال، بيجي ايه يغير وياخد هدومه. ده ما يرضيش ربنا، وده اساسا صاحبه مشكله، وده اساسا رضناه وبصنا على دماغه قال لك روح راضي سيد. يا عم انت صاحبه مشكله، ده عمه وانت اللي تراضيه. رحنا للسيد نراضيه، كان فوق وما رضيش ينزل. قال اخته قالت ده مش موجود. طب ماشي. اخوه عارف اللي بقى له 4 ايام قاعد مستني لسليمان،
وممكن هتشوف الفيديو وهو قايم من على القهوة بينداله، بيقول له سليمان سليمان رجاله، قال له يا عرب، قعد يديله ايه واحدة في دماغه، وكم وقعد يغزغز فيه. وجمال اساسا كان في ناس شهود قاعد على الناصية مع كازلك، قالوا ليه انت كده ليه قاعد يا جمال؟ قال له انا ايه مستني الحلاق الزبون اللي قدامه يخلص. قال له طب هو اللي بيستني حلاق يقعد على الناصية وماسك كازلك؟ وراحوا جمال ده راح مسك في اخويا وخنقوه هو وسيد. لما البت شافت ابوها بيتهان ما قدرتش تمسك نفسها، طلعت من الشقه لقت سيد وجمال ماسكين في ابوها، وانا اخويا الكبير ده مش بتاع مشاكل. طبعا البت لمؤاخذه ضربته، ده اقل واجب ماشي، عشان لمؤاخذه البت ضربتك بالقلم تقتل اتنين؟ لا يا عم، تعالى انا اديني 100 قلم وانا موافق ودوم يعيشوا. انا عايز احقق اخواتي، سايب الموضوع في ايد ربنا وفي ايد الحكومه. وزي ما شفنا حرقه قلب الام على اولادها الاثنين، يعني مش واحد لا الاثنين، وابن اخوهم في المستشفى في العنايه المركزه ما بين الحياه والموت. وكل ده بسبب ايه؟ طفلين بيتشاجروا مع بعض. الى متى سيظل الاستهتار بارواح البشر؟ لابد من وجود عقاب رادع لإنهاء هذه المهزلة. يعني إيه راجل يقرر في وقت كده بسبب إن طفل انضرب بالقلم أو انشتم ياخد روح اتنين بني آدمين، والتالت ما بين الحق الله أعلم إذا كان هيعيش ولا هيموت. لابد من وضع هذا في الحسبان. ويعني إيه برضه إن هو إزاي يبقى ياخد يتعمل له شهادة معاملة أطفال؟ زي ما سمعنا الراجل ده طالع من جريمة قتل قبل كده وكان في السجن، يبقى ازاي طالع ياخد شهاده معامله اطفال عشان يهرب من العقوبه؟ احنا ما عندناش شك في القضاء المصري ونزاهته، بس نتمنى ان يكون له اشد العقاب عشان يفكر اي واحد غيره مليون مره قبل ما يعمل الجريمه دي. روح البني ادم مش سهله ولا هينه ان هو ياخد روح بني ادم، وده خد اتنين والتالت على وشك ده. نطلب من الله إن ربنا يقوم التالت بالسلامة عشان ما يكونوش التلاتة. عندنا في مداخلة، معانا مداخلة تليفونية، المحامي الأستاذ عمرو محمد سعيد. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا باشا. زي ما حضرتك سمحت وشفت القضية كده، ممكن حضرتك تقول لنا إيه العقوبات اللي هي أشد العقوبات اللي هي القانونية في هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا، ابعد عن التلفزيون يا استاذ عمرو لو سمحت، والصوت بس وقف في مكان يكون فيه الشبكه لان الصوت بيقطع، واتكلم بالتليفون. ايوه يا فندم. ايوه كده تمام، اتفضل. تمام. طبعا احنا عارفين ان قضيه الشرابيه بتشغل الراي العام وقضيه راي عام، وزي ما احنا عارفين ان قضيه قتل العمد طبعا بيكون عقوبتها الاعدام. وزي ما احنا عارفين ان المجرم كان عنده عود جنائي لان هو كان مسجون قبل كده برضه في قضيه، وفي الحاله دي القانون هيعاقبه باشد العقوبات لان هو لسه خارج من جريمه، فبالتالي القانون هنا هيعاقبه عقوبة الإعدام وطبقا للمادة 230 قانون عقوبات التي تنص على كل من قتل نفس بغير حق مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام. وطبعا هنا المجرم قتل شخصين وأزهق روحين، فبالتالي القضاء هيعاقبه ويطبق عليه المادة. والتالت والتالت وفي معانا شخص تالت برضو على يعني في العنايه المركزه ما بين الحياه والموت، وكان مجرم وطالع من قضيه قبل كده، هل ممكن شهاده اللي هو معامله الاطفال، الشهاده الطبيه اللي هو جايبها ان هي تفاديه من الاعدام، من حكم الاعدام؟ والله القضاء نزيه جدا وما بياخدش. ده امر ما احنا ما نختلفش عليه، نزاهه القضاء المصري لا غبار عليها، مفيش حد يقدر يشكك فيها. بس هو ممكن التلاعب زي ما احنا بنقول، القضاء مستندات واوراق،
فهل ممكن الشهادة دي إنها تفاديه من حكم الإعدام؟ والله في بعض الحالات اللي ممكن تخلي المجرم ما ياخدش 24 ساعة حبس، وهي حالات معينة، ومنها حالات الدفاع عن النفس، ومنها حالات الاضطراب العصبي والعقلي والنفسي. بس دي مش دفاع عن النفس زي ما شفنا في الفيديوهات، ده كان قاعد ومتربص ومتعمد للجريمة، يعني هو قاعد وزي ما شفنا الراجل معدي بالموتوسيكل نادى عليه رجع له تاني، وأول ما وقف معاه خبطه بالسكينة اللي كانت في إيده. تمام، يبقى هنا في ترصد، واحنا بنتكلم على الفقه الطبي، وفي الناحيه الطبيه لو الطب اثبت ان الشخص ده عنده اضطرابات عقليه ونفسيه وعصبيه، بالتالي هو مش هيكون عليه اي عقوبه جنائيه، لانه بيتعامل معامله الشخص اللي دافع عن نفسه وقتل اللي قدامه طبعا بحق، وهو الدفاع عن نفسه. وهنا الشخص لو الطب اثبت ان هو مريض عقلي لن يطبق عليه اي عقوبه جنائيه تماما. بس ازاي مريض عقلي وهو كان طالع من السجن؟ معنى كده ان هو سليم عقليا ما فيهوش اي مرض، كان بدليل ان هو كان اتسبق واتحاكم في قضيه قبل كده وكان في السجن. تمام، والله يا فندم في الحاله ديت القضاء هو اللي هيحدد، وممكن يكون اضطراباته العقليه والنفسيه اتغيرت من بعد خروجه من السجن، ودي اللي هيثبتها الاطباء والخبراء ان شاء الله. طيب في حاله ثبوت ان هو مريض عقليا او عنده اضطرابات عقليه، هل يجوز لاهل المتوفين بالطعن في الحكم او مثلا في طلب تقرير تاني او فحص تاني؟ لا يجوز تماما، هما ممكن يطعنوا تماما، بس طبعا نتيجه الطعن هتكون سلبيه، وطبعا هذا الشخص اللي هو المجرم طبعا يسقط من عليه اي عقوبه تماما، لانه هو هنا بيكون مثله مثل الشخص الذي قتل دفاعا عن النفس. طيب الدكاتره اللي هم بيشخصوا الحاله بتاعته دي تبع الطب الشرعي ولا دكاتره في مستشفيات عامه او مستشفيات خاصه؟ لا طبعا دكاتره الطب الشرعي، وبتكون دكاتره خاصه بالحكومه، وما ينفعش تكون مستشفى خاصه، لان طبعا ممكن يحصل بين المستشفى الخاصه وبين اهالي او المجرم نفسه اتفاق، فطبعا بعيدا عن كل هذه الشكوك، فبيكون الكشف بيتم تحت خبراء وتحت اشراف الحكومه طبعا. طيب ممكن يكون في تلاعب في التقارير، ده اللي حضرتك تقصده؟ بالظبط، طبعا ممكن يحصل تلاعب في التقارير اذا كان الكشف الطبي بعيدا عن اشراف الحكومه، وده سهل جدا يحصل، بيحصل في بعض الاوقات، انما اذا كانت الحكومه هي التي تشرف على الكشف الطبي فلا يمكن ان يحصل اي نوع من انواع التلاعب. طيب ده تمام، ده بيبقى كل حاله بتبقى تحت اشراف الحكومه ولا في بعض الحالات حالات معينه؟ لا طبعا كل الحالات بتكون تحت اشراف الحكومه، علشان القضاء، والقضاء هو اللي بيحكم بده، لان طبعا القضاء قبل ما بيحكم لازم يكون متاكد من حكمه كويس قوي، وعلشان يتأكد من حكمه لازم يتأكد ان الكشف الطبي خضع وتحت اشراف الحكومه. طيب احنا عندنا معدلات الجريمه من نفس النوع استاذ عمرو في ازدياد مستمر، ايه الحل من وجهه راي حضرتك القانوني اللي احنا نقدر نقلل بيه المعدلات دي؟ يعني احنا كل يوم بنسمع عن جريمه قتل واثنين وثلاثه وعشره، يعني في تزايد مستمر ما بتقلش، ايه وجهه راي حضرتك، ايه الحل من الحل القانوني اللي احنا نقدر نقلل المعدلات دي او نمنح، احنا يعني مش هقول ان احنا نمنحها بس نقدر نقللها، نقلل المعدل بتاع الجريمه؟ والله علشان نقلل معدل الجريمه لازم نحط عقوبه رادعه، عقوبه رادعه، وعشان نحط عقوبه رادعه لازم يكون العقوبه شديده، بحيث العقوبه بتمثل لكل من تسول له نفسه على ان يقدم على جريمه مثل هذه الطريقه، بيعرف كويس قوي ان عقوبتها هتكون الاعدام، وطبعا ده شيء ما فيهوش تهاون. ده اكيد يا استاذ عمرو، احنا عندنا بالفعل قضيه شفناها الحلقه اللي فاتت، قضيه الاستاذ اشرف العدوي الاسماعيليه صاحب مزرعه ابو صير، ده تم الحكم على الجاني من يومين بالاعدام، ده فعلا اثبت نزاهه القضاء المصري، ده كلام كان
متأكدين منه ولا غبار عليه. ده كان خبر مهم جدا ان احنا نذيعه لحضراتكم، ان القضاء المصري وحكمه وعدالته تم الحكم على الجاني بالإعدام. وبنشكر الأستاذ عمرو، وشكرا لمعالي الباشا، شكرا لحضرتك. ومعانا جريمة تانية، جريمة شاب بيدور على أكل عيشه. تعالوا بينا نروح للتقرير ونرجع تاني. مش حضرتك، انا كنت نزلكم حمادة يعني شغل بتوك توك وكده، وجماعة شاورولي قالوا لي تعالوا ودينا منطقة اسمها الزاوية جنبنا. وانا في المكان التاني ديت يعني لقيت اللي راح مطلع حاجة وراح حضر رقبتي، وقال لي لقيت اللي راح معورني من هنا من فوق من عند ايداني من فوق، وقال لي انزل وسيب المكنة. وانا نازل وسايب المكنة، سبت المكنة اول ما نزلت عشان ياخد التليفون مني، راح واخد مني التليفون وراح معورني من رقبتي تاني وراح واخد مني المكنة وجريه. معرفش حاجة من بعدها بقى. ممكن تقول لنا التحريات وصلت لغايه فين؟ سامي بدهم استمرار في استمرار، وقاعدين واقفين قدام والده في وكيل في النيابه في المحكمه، ولا كانوا معنين حاجه، ولا كانوا بيحبوا بني ادم، واقفين طبيعي خالص. بني ادم زي دول المفروض ينشلقوا علنا عشان ما يكرهوش لحد تاني. ممكن حضرتك تحكي لنا ايه اللي حصل بالتفصيل؟ هو اللي حصل في الواقعه ديت ان انا طبعا الشبكه عندي هنا بتاعت التليفون هنا وحشه. جيه طبعا واحد رن على اخويا قال له ده ابن اخوك ايه مدبوح ومرمى عند ايه بلد اسمها خنيزه بعد مننا كده. المهم طبعا روح طلعنا من هنا، في ناس ادتنا ارقام الاسعاف، قال لك ده في ناس من اهل البلد من هناك خدوا الولد وطلعوا بيه بالاسعاف من هناك. طبعا لما اتحركوا بيه جبنا رقم الاسعاف وكلمنا بتاع الاسعاف. حضرتك انت اتحركت وطلعت من مكانك، قال لك انا معايا الحالي واحنا طلعنا من البلد اللي احنا فيها دي. طب الحاله عامله ايه اللي معاك؟ قال لك يا عم الحد الواد ده إيه ابنك ده مدبوح. طبعا رحنا وقفنا عند هنا في مستشفى هنا اسمها مستشفى الحميات في كوم حمادي. الناس جابوا الولد وجم في الاسعاف. طبعا على بال ما دخلنا كانوا اتصلوا بقسم الشرطه، قسم شرطه كوم حماده. طبعا الناس صراحه يعني قاموا بالواجب وراحوا حضروا التحقيقات مع الولد، وحولت بعد كده بالولد من هنا لجامعة ايه؟ لجامعة طنطا. انا مش عايز منكم غير اكتر من حق ابني، انه حق ابني وحق اي بني ادم يتبهدل في البلد ديت ويتمرمط وينعمل فيه كده ويتلجح حقوقه ترجع بس. تمام. زي ما شفنا ده شاب بيجري على اكل عيشه، حصل معاه المنظر بالشكل ده. هل ده جزاؤه عشان بيدور على اكل عيشه يكون ده جزاؤه؟ معانا مداخله تليفونيه للاستاذ اشرف دره المحامي بالنقد والمحاكم الدستوريه العليا. اهلا بيك استاذ اشرف. اهلا بحضرتك استاذ اشرف. زي ما شفت معانا في التقرير، عقوبه ايه للجناه اللي حصلوا اللي عملته للجريمه دي؟ يعني ثلاثه او اربع اشخاص قاموا بخطف شاب بيدور على اكل عيشه وقاموا بذبحه والقائه من السياره، عقوبتهم ايه؟ هل لو الشاب ده توفاه الله عقوبتهم ايه؟ وان هو لو ربنا كرمه وبندعم ربنا ان ربنا يكرمه ويتم شفاءه على خير، ايه عقوبتهم؟ استاذ مصطفى، الجريمه دي اصلا شروع في قتل. الشروع هو شخص أراد ارتكاب جريمة وفق النص مادة 45 من قانون العقوبات. الشروع هو البدء في تنفيذ جريمة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة يعني، ولكن خاب أثره بشيء لا دخل له فيه. يعني هم دول بيحاولوا يقتلوه، ولكن ربنا عز وجل أراد أنه ما يموتش. احنا نتمنى من الله أنه هو ما يقوم ويتم شفاعه على خير، واحنا مش عايزين أنه هو يعني عقوبته أنه ما يتعيد الكلام ده كله وهو يجرى له حاجه. لا، احنا بنتمنى من الله ان ربنا يتم شفاعه على خير، لانه عنده بيت وعنده اسره بيجري عليهم، وشاب في مقتضى عمره لسه في ريعان شبابه اما يحصل معاه وضع زي ده. وزي ما قلت في القضيه اللي قبل كده، المعدلات بتزيد كل شويه، الخطف والقتل وبسبب اسباب بسيطه معدلات الجريمه عماله تزيد.
ايه من وجهة راي حضرتك، ايه عايزين حل قضائي ان المعدلات دي تقل، مش هتتنيها بالمنظر ده. مبدئيا بس عشان نتكلم، الجريمه دي جريمه عقوبتها عقوبه الشروع، الشروع في ارتكاب الجنايه، لان اصلا الشروع لا يكون الا في جنايه. الجنايه شخص شرع في يقتل شخص، يعني اراد ان يقتله ولكن خاب اثر فعله، ما قدرش يموته لسبب او لاخر، فالشخص دلوقتي لا يزال على قيد الحياه. الشروع دوت بياخد عقوبه اقل من عقوبه القتل العمد. الشروع بيتعاقب عليها في الجنايه اللي احنا فيها دلوقتي، ده شروع في قتل. طيب هل تختلف من هل تختلف استاذ اشرف اذا كان فرد واحد او اكتر من فرد؟ يعني هل العقوبه اتفاق تختلف؟ اتفاق جنائي يا استاذ مصطفى. نعم، اتفاق جنائي. يعني ايه اتفاق جنائي؟ يعني مجموعه من الاشخاص انصرفت نيتهم لعمل حاجه معينه، ارتكاب جريمه قتل اللي في الحاله اللي احنا فيها دي، كل واحد كان ليه فعل، واحد مسكه وواحد ضربه وواحد خبطه وواحد نزله وواحد رماه الى غير ذلك. هذه الجريمه جريمه الشروع في القتل، شروع في القتل دي عقوبتها من 3 لـ7 سنوات على الاقل. لو ان هذه الجريمه افضت بعد كده ان الشخص ده توفي، معنى ذلك انه سيعاقب بعقوبه اقصى عقوبه للجريمه، لان هنا الجريمه تمت ما تحولت من شروع الى جريمه قتل، وجريمه قتل عقوبتها في حدها الاقصى الاعدام او جزاء اقل منه، يعني مثلا في اشغال شاقه مؤبده او مؤقته، يعني من 15 ل 25 سنه، وهيتراوح حسب كل دور، حسب دور كل فاعل في الجريمه. في الحاله دي عشان تحد من الجريمه، لا نحد من جريمه الشروع دي او غيرها من الجرائم زي التقرير اللي قبل كده اللي كنت بتكلم في جريمه القتل، لازم العقوبه توقع اقصى العقوبه على هؤلاء. طبعا انا برضو انا ليا تعليق على التقرير اللي فات، ان الجريمه في التقرير اللي فات جريمه القتل، هنا احنا انت بتقول بحيوعمل معامله اطفال وغيره، اذا كان الشخص موجود كان موجود في السجن معناه كان سليم، يعني هو اصيب بالافه العقليه بعد ما طلع من السجن، ما حصلش طبعا، يبقى ده كلام غير صحيح، يبقى سوف يعاقب عقوبه القتل، لان هنا في كمان سبق اصرار وترصد، هو مصر ان يقتل الشخص وترصد، هو يعني هو بالفعل كان قاعد وعارف هو ايه اللي بيعمله وقاعد مستني، وفي ناس قاعد اتكلمته طب انت واقف ليه؟ ترصد يا استاذ مصطفى، ترصد يعني مستنيه لابد له زي ما بنقول. يبقى هو شرع في الجريمه وبدا في تنفيذها واكملها، ثم ان هو كان عنده نيه بان يقتله، يعني هنا نيه مبيته في الجريمه انتهت، فيعاقب بالاعدام، عشان مثل القضاء لا يتهاون في كده حتى لا تستمر هذه الجرائم وحتى لا تزيد معدل الجرائم. وبعدين اصلا يعني الكلام ده بس بتشوف ايه، لو ان هذه العقوبه بتطبق في العلن لكان الزجر بتاعها اشد، لكن العقوبات ده فعلا استاذ اشرف اللي احنا بنتمناه، ان لما تكون في مثل هذه الجرائم يكون الاعدام علني امام الجميع، او مزاح الناس تتعظ، تبطل تحاول انها ما تفكرش بالقانون. تفكر مليون مره قبل ما يقدم على قضيه زي دي. احنا ماشيين بالقانون، القانون في مصر تطبق جرائم الاعدام في الاماكن المعده لذلك في السجون، ويرفع علم اسود على السجن في اليوم الذي يتم فيه التنفيذ، وفي الغالب الاعم بيتم التنفيذ في الصباح في الساعه 8 صباحا. الكلام ده احنا بنقوله لكن عشان ترضع لازم تدي اقصى عقوبه، وعشان الناس تحس ان في ان الناس دي اتعاقبت، لازم الاجراءات تكون سريعه، ولازم العقوبه الناس تعلم بيها. ان شاء الله يجيبوا الناس يشهدوا عقوبه الاعدام في السجن، مش مشكله ده عشان تحد من الجريمه زي ما حضرتك تفضلت. كذلك في جريمه الشروع اللي تمت دي من شويه اللي في التقرير الثاني ده، نفس القصه، لازم يعاقب باشد العقوبات، اقصى عقوبه في جريمه الشروع دون القتل اذا ما ماتش الشخص، نسال الله ان يعافيه. تمام استاذ اشرف دره، المحامي بالنقد وامام المحاكم الدستوريه العليا، شكرا ليك استاذ اشرف. ومعانا فنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني.
المشاهدين من قرية شنتنا الحجر مركز بركة 7. معانا الأستاذ حسين سكرتير الوحدة المحلية، هيعرفنا الإنجازات اللي هم حققوها خلال الفترة اللي فاتت. وطبعا احنا رفعنا كفاءة برضك بالنسبة للوحدة المحلية، ومن ضمن إنجازاتها رفعنا كفاءة جميع عمدان الكهرباء الموجودة في الوحدة المحلية، سواء في شنتنا أو مصالح أو متفارس أو الغور وكفر مليج، وغيرنا معظم العوازل اللي هي متهالكة، وتم احلال وتجديد بعض الاعمده اللي هي فيها مشاكل او فيها مشاكل، عشان ما يتفخمش المشاكل بتاعتها في الفتره الجايه، وعشان خاطر برضك يعني ايه في الشتاء والمطر والحاجات ديت ما يحصلش اي حوادث، تحسبا لاي حوادث او اي حاجه تحصل، وربنا يستر ان شاء الله ربنا باذن الله. وديت خد الجوله الفتره دي. الطريق اللي هو بتاع شنتنا الحجر، طريق مدرسه برغوت التجريبي، الطريق ده كان عشان خاطر المدرسه وعشان خاطر الطلبه اندرج في الخطه لعام 2021 بحيث ان هو يبقى مؤهل للمدارس. ودلوقتي معانا اعزائي المشاهدين باشمهندس محمد ابو الغيط، هيشرح لنا ازاي بيفتحوا الغرف في الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول حاجه قطعنا فرمل الشارع، يعني سوينا الشارع ببعضه، التراب الزياده طلعناه، والحاجات اللي كانت ناقصه زودناها تراب ودمجناها بالهراس، وبعد كده حطنا طبقه الاساس وشغلناها كويس بالميه وهرسناها بالهراس، وبعد كده بقى بنبدا نفتح الغرف في المطر وبلعات الصرف عشان نستأنف عمليه الرصف. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحمله الميكانيكيه بتاع الوحده. الحمله الميكانيكيه في الفتره اللي فاتت كان فيها معدات متهالكه، فعكفنا في الفتره اللي فاتت ان احنا نصين المعدات ديت او نرفع كفاءتها عشان خاطر تكون سند لينا في منظومه النظافه، وسواء كان او زرع عمدان كهرباء او فاحنا صينا المعدات ديت في الفتره ديت ورفع كفاءتها كده. اعزائي المشاهدين نكون عرضنا لكم بعض الانجازات اللي قامت بها قريه شنتنا الحجر. كان معكم منار عبد العظيم، برنامج قضايا واحداث. نرحب بضيفتنا البرنامج الاستاذه ساميه جبريل، رئيسه الوحده المحليه بقريه شنتنا الحجر. اهلا وسهلا استاذه ساميه. اهلا بك حضرتك. اهلا بحضراتكم كلكم، نورتوا الوحده بحالها، الوحده المحليه في شنتنا، واحنا سعدنا بوجود حضراتكم وبلقاء حضراتكم معنا هنا. وزي ما شفنا في ارض الواقع وشفنا في الشارع التطورات اللي حصلت والانجازات اللي عملتها الاستاذه ساميه جبريل، برضو بنسال حضرتك، هل كان يوجد عقبات قابلت حضرتك في اثناء تنفيذ المهام دي؟ في الحقيقه فعلا كان بيقابلنا عقبات، لان طبعا يعني عدم السيوله اللي بتبقى في ايدينا ديت بتبقى صعبه شويه يعني، فاول ما المعده بتعطل الدنيا كلها بتقف. يعني بالنسبه لي علشان كيس الزباله ما يتشالش يوم واحد بس او يتاخر ساعه عن الميعاد المعتاد اللي بيتشال فيه بيعمل لي مشكله في الشارع، فاحنا بنسعى جاهدين ان احنا ما يبقاش عندنا اعطال، وبنسعى جاهدين لصيانه المعدات في اقصى سرعه علشان نقدر ما نخليش الكيس يبقوا كيسين، يعني بدل ما يبقى كيس بعد ساعه يبقى كوب. فانا بحاول بقدر الامكان ان احنا برضو يعني قبل ما المشكله تكون، يعني بنلحق المشكله وهي صغيره يعني وهي حاجه بسيطه، بنلحق برضو ان احنا نلحقها وهي بسيطه قبل ما تكبر مننا. بالنسبه لموضوع الرصف، مدرج عندي في الخطه رصف طريق مدرسه محمد برغوت اللغات والمدرسه لحد كان مدرج بس لحد مدرسه محمد برغوت اللغات. بفضل ربنا برضو هو مش يعني الفرج الفضل في الاول وفي الاخر رجع لربنا، ولكن احنا بنسعى جاهدين ان احنا نعمل لمسه ونعمل شغل جديد. فربنا قدرني يعني بمعاونه برضو مديريه الطرق معايا ان انا جبت رصف للمدرسه اللي هي مدرسه محمد برغوت العاديه، هما مدرستين اتنين، مدرسه محمد برغوت اللغات ومدرسه محمد برغوت اللي هي الابتدائي، وبالتعاون مع مديريه الطرق والحمد لله رب العالمين وافقهم ان انا جبت الشارع كله وخلصته، وبتابع مع الحمد لله مع المهندس الرصف، هو دلوقتي قام بجرف المنطقه المراد رصفها ووضع طبقه السنه، وهو دلوقتي دكها، يعني احنا دلوقتي لسه هتسلم، بعد كده المهندس هيجي بعدها
يكمل بقى ايه الرصف اللي هي طبقه الرصف الاخيره دي. وبنشكر الاستاذ سامي جبريل على المجهودات. وزي ما شفنا في التقرير اللي كان في الفاصل مدى التطورات ومدى الخدمات اللي بتقدمها الأستاذة سامية جبريل رئيسة الوحدة المحلية بقرية شنتنا الحجر والأستاذ حسين سكرتير الوحدة المحلية، شفنا مدى قد إيه التطورات والخدمات والفعاليات اللي بتقدمها الأستاذة سامية في قرية شنتنا الحجر والقرى المجاورة، قد إيه هي بتقدر تخدم الناس، قد إيه هي بتساعد بتعمل اللي ربنا يقدرها عليه، كله تحت نطاق القانون في ظل الظروف اللي احنا فيها، مش مقصرين في شغلهم. ناس لمسنا الموضوع بايدينا وبعيوننا وشفنا ونزلنا وشفنا الجهود المبذوله في التطوير وفي الانجازات اللي بتعملها. معانا برضو تقرير عن اهم التطورات داخل مركز ومدينه بركه السب، تعالوا بينا نشوف. اعزائي المشاهدين، يسعدني ويشرفنا ان يكون معنا الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينه بركه السب. في ظل التحديات التي تواجه الدوله للحفاظ على المواطنين ضد ازمه كورونا، ما هي اهم الاجراءات الاحترازيه التي تمت لمواجهه الازمه؟ هو طبعا ازمه كورونا ازمه عالميه، مشكله بتؤرق كل العالم. احنا اشتغلنا عليها كدوله وكمحليات وكبركه السابع وكمنوفيه، وبناء تعليمات المحافظ معالي الوزير المحافظ احنا بدانا نعمل اجراءات في كذا اتجاه. الاتجاه الاول ان احنا تعاملنا مع كل القطاعات الحكوميه وخففنا عدد العماله فيها، وبدانا نتعامل مع المدارس ان احنا نفذنا تعليمات الوزير بان احنا طبقنا التلت والتلت والتلت يحضر في المدرسة. اتخذنا قرارات عن طريق السيد المحافظ بان احنا نعمل مجموعات دراسية ومجموعات تقوية داخل المدارس علشان نقضي على ظاهرة الدروس، وفي نفس الوقت ما يبقاش في تزاحم في السناتر الخاصة اللي في الخارج. يمكن عملنا حاجة تانية ان احنا بدأنا نشتغل على عملية تعقيم، والتعقيم ده كان شاركنا فيه المجتمع المدني. معظم مواد التعقيم والأجهزة اللي استخدمناها كانت كلها تبرع وتطوع من المجتمع المدني. يمكن عقمنا كل المصالح الحكومية، عقمنا المساجد، عقمنا الكنائس، اشتغلنا في كل الاتجاهات وفي كل القطاعات ان احنا بنعقم كل مكان ممكن يكون فيه تواجد لمواطن او تزاحم فيه. كان عندنا مشكلة بتطرقنا اللي هي موضوع الاسواق، وخصوصا انت حضرتك عارف ان عدم وجود الاسواق بيأثر على الناحية الاقتصادية وبيغلي الاسعار، وبالتالي كان لازم التحكم في التباعد بين الباعة سواء في مكان السوق المخصص ليهم، او ان احنا كمان كنا بنلزم ان كان كتير منهم وكلهم يمكن بارتداء الكمامة. اعتمدنا اعتماد كلي على ان اي حد يدخل مجلس المدينة لازم يكون مرتدي الكمامة. تعاملنا مع الموقف بان احنا بناخد الحرص والحذر اثناء التعامل مع الجمهور، وخصوصا في موضوع التصالح اللي طبعا خد مننا شغل كتير، وكان في عدد كبير من المواطنين بيجي وكان في تزاحم، ففتحنا حوالي 15 شباك، فتحنا التعامل من داخل القرى. فاجراءات كتير جدا اتخذت عشان نحاول ان احنا نقف وقفه كويسه لصالح المواطن ولصالح مصر ان احنا نحارب فيروس كورونا. تمام، زي ما حضرتك بتقول هو اهم حاجه ان احنا بنجهز البنيه التحتيه قبل ما بنبدا في موضوع الرصف، بحيث ان احنا لما نبدا الرصف يكون انهانا كل شيء. طيب ممكن حضرتك تقول لنا ايه اهم الشوارع اللي تمت الرصف داخل مركز بركه السب؟ هو طبعا زي ما قلت انا بتكلم ببساطه المواطن، لكن فعلا اسمها البنيه التحتيه. كل البنيه التحتيه احنا شغالين عليها بحيث ان انا ما ادخلش في مكان غير اما اسلمه كامل. يعني انا بالنسبه لي حاليا اللي تم في بركه السابع وخلص، عندنا يعني قريه اسمها قريه كفر حماديه. كفر حماديه دي عزبه صغيره او قريه صغيره تتبع ابو مشهور. تم رصف القريه بالكامل، كل شوارعها اترصفت بالكامل بعد ما عملنا لهم صرف صحي وغيرنا شبكة كهرباء. عملنا أعمال الرصف فيها خلصت من حوالي 10 أيام. عندنا جنزور، قرية جنزور
اترصف تقريبا فاضل فيها شارعين دلوقتي فيهم طبقة اساس، لكن القرية بالكامل اترصفت. وخدنا من جنزور طلعنا على 100 فارس طريق رئيسي، اشتغلنا 100 مصالح قصدي اشتغلنا فيها، وداخلين على شنتنا هنسلم بقى الطريقين لبعض، 100 مصالح مع شنتنا مع جنزور، وجوه جنزور نفسها جوه شنتنا نفسها شغالين شارع اسمه شارع المدارس هنخلصه. يبقى كده سلمنا جنزور 100 مصالح شنتنا، ندخل بركة السبع. جوه بركة السبع احنا شغالين حاليا خلصنا 50% طابق اساس في شارع بورسعيد، شارع البصة بنغير فيه المية وهنكمل فيه، شارع الغرب منطقة مجاورة للكوبري العلوي، شارع بجوار الكوبري العلوي، شارع المركز الصحي، شارع مركز الرعاية والإغاثة، معظم شوارع بركة السبع حتى القديمة والجديدة. يعني في شارع اللي هو قدام السكة الحديد بيسموه عندنا شارع الجزارين، الشارع ده برضو في جزء كان مرسوخ وجزء لا اشتغلنا عليه. كل تقريبا شوارع بركة السبع هتتغطى معانا الخطة دي ان شاء الله. هيبقى متبقي لنا الشوارع اللي هي ما عليهاش خدمات صرف، اللي هي قريبة من الارض الزراعية فلسه الصرف ما اتجهش ليها فمش هنقدر نصرفها، لكن تقريبا هنغطي بركة السبع بالكامل. في الشارع اللي هو شارع السيد احمد رشدي ده برضو شغالين فيه، وعندنا طريق اسمه طريق القاصد بياخد من جنزور يسلم شبين، يعني ندخل من جنزور نوصل شبين. الطريق ده تكلفته علينا 20 مليون، بدأنا فيه شلنا طبقة منه وحطينا طبقة الأساس وإن شاء الله هنكمل فيه. فتقريبا قدامنا على الأقل شهرين نسلم كل الشوارع بإذن الله بعد ما نكون عملنا البنية التحتية كاملة. بنعمل تلطورات، بنعمل انترلوك، بنشتغل على تجميل الطريق نفسه بحيث يبقى أسفلت وتلطوار وانترلوك وزراعة شجر، يبقى الطريق كده مش هنيجي يمه 10 سنين قدام. وزي ما شفنا برضو تطوير موضوع مشروع تطوير الموقف، ايه خطة حضرتك في تطوير مشروع الموقف المجمع؟ واحنا بالنسبة لنا توجيهات مع الوزير المحافظ لينا ان احنا نجيب اماكن خارج الكتلة السكنية علشان نعمل فيها مواقف او اسواق. احنا عندنا موقف بجوار الساحة الشعبية اللي هو بيخدم على دبايبة وطنبشة، الموقف ده عشوائي، وبالتالي احنا هناخد الموقف ده ننقله في مكان تاني في اخر شارع الثورة بجوار السكة الحديد. فعلا عملنا الباكيات اللي هيقف فيها العربيات، عملنا المبنى الاداري، عملنا مجموعة محلات تخدم على الموقف، سواء بقى حد هيأجرها يعملها تغيير زيت، كهرباء، ميكانيكا، حاجة تخدم على العربيات، وفي نفس الوقت الموقف في وشه بنزينة فالمنطقة كلها. وعملنا اسفلت من اول الموقف لغاية ما ندخل القرية اللي هي الدبايبة وطنبشة، الطريق كله متخدم عليه. ده لان احنا عايزين نطلع بالعشوائيات، المواقف العشوائية دي كلها تطلع برة الكتلة السكنية. عندنا جزء تاني هي خطة مستقبلية هنشتغل فيها، بس يعني قدامنا فيها يعني عندنا مقلب قمامة بتاع بركة السبع ما شاء الله، يعني قمامة في ارتفاعات مش عارفين نوديها فين. لا مش في الشوارع، هي في مقلب، في المقلب نفسه. فاحنا دلوقتي يعني برضو توجهات ان احنا هننقل كل القمامة دي على تعاون ما بين المحافظ معالي الوزير ووزير البيئة وهم اللي هيدعمونا، وهننقل القمامة دي كلها في المدفن الصحي في السادات، وبالتالي هيفضى مكان المقلب. هنبدأ ناخد المجزر بتاعنا نعمله مكان المقلب لأن المقلب خارج الكتلة السكنية، هندخل مكانه موقف شبين لأنه موقف عشوائي برضو، يبقى خلقنا مكان لموقف شبين وخلقنا مكان لمجزر، وهنعمل نقطة وسيطة تبعد بالزبالة بعيد عن المدينة تماما، ويبقى في مصانع تدوير وسنا دلوقتي بيطوروها، وفي مصنع في شبين بيتطور، وهيبقى مصنع السادات، فبالتالي يبقى عندنا اكتر مكان نقدر ما نجمعش القمامة بقى نودي المصانع على طول، وده هيدينا فرصة هنعمل مواقف جديدة. في مقترح لاكتر من مكان، في مكان عند مقابر غرب هنعمل فيها اسواق عشوائية بدل العشوائيات نودي اسواق هناك،
جملة أو خلافه. في عندنا أماكن تانية مقترحة كنقطة بديلة لمواقف أخرى، لكن لسه فيها دراسة، يعني في مواقف لسه برضو بنحاول نشوف لها أماكن، لأن تعب بركة السبع الأماكن الفاضية فيها قليلة جدا، لكن إن شاء الله هنلاقي مكان بإذن الله لبعض الأماكن الأخرى والمواقف الأخرى. ونختم سؤالنا مع الدكتور ياسر الجندي بأهم المشروعات اللي تم تنفيذها داخل مركز مدينة بركة السبع. يعني واحنا دلوقتي خطوة أولى عندنا نفقة عمل تحت السكة الحديد، لأن احنا عندنا منطقة مدارس السيد البدوي ومدرسة البنات، البنات والولاد دايما بيعدوا من فوق السكة الحديد من القضبان، فبيحصل كتير لا قدر الله حوادث وطرات، وتقريبا بيحصل وفيات كتير للطلبة، فكان لازم يبقى في حل بديل ان احنا نعمل يا اما كوبري علوي مشاة يا اما نفق. فاحنا فعلا نفذنا نفق، النفق كلفنا 10 مليون جنيه، اتعمل بطريقه الدفع النفقي، يمكن المعده اللي اشتغلنا بيها دي جبناها من ايطاليا، وتنفذ النفق وهنفتتحه ان شاء الله قريب. الدنيا كلها بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا بنحاول نخدم على المواطن. عندنا جنزور كان فيها مجزر قديم برضو، ده الحمد لله احنا اشتغلنا فيه واسند هي بيسموها تعمير الساحل الشمالي، خدت المشروع وبدأت شغل فيه، تكلفة حوالي 5 مليون جنيه، هيبقى مجزر آلي يخدم على جنزور، لأن جنزور قريبة من الغربية وبالتالي هيخدم على المنوفية والغربية. عندنا مقترح لمجزر لبركة السابع بديل على المجزر الموجود وهنبدأ تنفيذ فيه، وده ورقه في وزارة التنمية. عندنا حديقة في الغرب هي عبارة عن تغطية للري، التغطية دي مسافتها حوالي كيلو، فاحنا قلنا نستغلها نعمل رصف على الجنبين وفي النص نعمل حديقة. الحمد لله تم اعتماد المبلغ بتاعها بالأمس مع السيد الوزير المحافظ، وإن شاء الله هننفذها في خلال الأسبوع القادم نبدأ فيها، هيبقى في شكل جديد للمنطقة بالكامل اللي هتتغير شكلها. الحدائق دي طبعا بتبقى متنفس لكل المواطنين، لأن طبعا بركة السبع برضو المتنزهات فيها قليلة، فاحنا بنحاول نخلق أماكن الناس تقعد فيها. عندنا مشروع أقيم في كفر هلال، يمكن اللي هو مشروع الصرف الصحي، اتعمل القرية بالكامل فاضل فيها جزء بسيط إن شاء الله وتخلص. مشروع الغاز دخل مناطق كتيرة في كفر ياليم وهورين، خدمنا على فكرة من ضمن المشاريع القوية اللي احنا بنعمل محطتين صرف، محطة صرف في كفر نفرة وده هتخدم على اويسنا وبركة السبع، ومحطة تدعيم لمحطة صرف الغوري وده هتخدم على شبين منطقة مليج وبركة السبع. فعندنا مشروع يمكن مهم جدا برضه في منطقه كفر هلال اللي هو الصرف، يمكن مميزات بركة السبع دلوقتي ان احنا مغطيين 50% من القرى بمشاريع الصرف، فاضل لنا لو خلصنا دبيبه احنا شغالين فيها دلوقتي وطنبشه وطخت طنبشه، هيدخلوا على المعديه اللي هتروح زويري وسلكه، وبالتالي هيبقى تقريبا بين 75% من قرى المركز اتغطت اعمال صرف صحي، اللي بنخلصه صرف صحي بندخل بعده بالغاز على طول. فالحمد لله المشاريع معموله بشكل كويس، حاليا بنبدا في فكره ان احنا نعمل سوق بديل داخل قرية طنبشة في بعض الأماكن اللي هي بجوار المسجد أو المدرسة الابتدائي. الأماكن دي واسعة وفاضية، ويعني انت عارف حضرتك أي مكان فاضي بيبقى الناس بتداول القمامة، فاحنا قلنا نستغله احنا كسوق، فبدأنا نعمل له خطة برضو. كفر نفرة فيها بعض البكيات معمولة لموقف لبعض العربيات، هنكمل الموقف وهنحط فيه برضو خدمات عليه، حمامات أو خلافه، وهنبدأ ننقل السيارات تدخل جوه القرية. يعني في مدارس دلوقتي شغالين فيها، في مدرسة النهضة في بركة السبع بدأنا شغل فيها أول امبارح، في مدرسة في كفر عليم، في مجموعة ملاعب خلصت عندنا وتم استلامها الحمد لله تبع الشباب الرياضة، 3 ملاعب اتنجلوا في استلمناهم 28/9 اللي فات في كفر عليم وفي طنبشة وفي كفر هورين. في مدرسة
الثانوي العام في هورين خلصت واستلمناها. يعني معظم المركز مغطيينه دلوقتي بكل المجالات، وعندنا المجتمع المدني مساهم معانا في حاجات كويسه. في مستشفى كانت شبه يعني قديمه وخلاص، كان لازم يا اما ناخد قرار بالترميم يا بالهدم، كانت في شنتنا، ودخل معانا المجتمع المدني صرف حوالي 5 مليون جنيه. الحمد لله دلوقتي تحولت لمستشفى جميله جدا. هنبدا نشتغل على ان احنا نجيب لها الاسره والاجهزه، وتبقى مستشفى اطفال، وهتبقى مستشفى متكامل للاطفال. يمكن المنوفيه كلها مش هيبقى فيها المستشفى دي، لان ما عندناش حاجه متخصصه في مجال الطفل. المجتمع المدني ساهم معانا فهو مشهور. انشانا وحده علاج طبيعي كامله برضه بالجهود الذاتيه من المواطنين، وتم افتتاحها من 10 ايام، وتشغيلها حتى كله دلوقتي بجهود ذاتيه. ويمكن في بعض الاحتياجات اللي احتاجناها داخل المستشفيات برضه دعمنا فيها المجتمع المدني. المشاركه المجتمعيه عندنا كويسه جدا. في حاجه كويسه يمكن احنا شغالين فيها دلوقتي، في اول شارع عبد المنعم رياض كان في ميدان موجود. الميدان معمول من حوالي 20 سنه، الوقت اتطور، الدنيا اتغيرت، فكان لازم نشتغل عليه ونطوره. فبدانا فعلا اشتغلنا، وبدانا برضو بالمجتمع المدني وبالجهود الذاتيه. بدانا الحمد لله طورناه، فاضل فيه بعض اللمسات البسيطه هيتغير شكله. عندنا ميدانين تانيين برضو جبنا رسومات ليهم، ومعانا متبرعين وناس مساهمين بيجوا يشتغلوا معانا فيهم. هيتنفذ ميدان منهم في الغرب، وميدان هيبقى هنا في شارع الثوره. يعني الحمد لله الجهود الذاتيه معانا كويسه، الدعم المادي من المحافظه كويس، والخدمات في بركة السبع الحمد لله على مستوى كويس يعني. تمام، وبالتوفيق يا دكتور. وفي نهايه فقرتنا لا احب اشكر الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز مدينه بركة السبع، ونرجع للاستوديو نشوف الحمد. وزي ما شفنا في التقرير اهم التطورات والانجازات اللي قام بها الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز مدينه بركة السبع. والاهم من التطورات دي قد ايه حب الناس وحب الموظفين اللي تحت قيادته، بيتعامل معاهم بكل احترام وكل تقدير. دي كانت اهم الانجازات والتطورات، وما زالت الانجازات مستمره. قبل ما اختم حلقتي عندنا اتقدم بخالص العزاء واسره البرنامج الى اخي وعديلي الشيخ محمد ابراهيم رشاد على وفاة والده الحاج إبراهيم رشاد رحمه الله. ولا أقول إلا إن العين لتدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراق الأحبة لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تقبله برحمتك. وإلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واستنونا الحلقة الجاية في برنامج قضايا وأحداث، وقضية عن القاعة الأفراح التي تحولت إلى مقبرة. استنونا في الحلقة الجاية قضايا وأحداث.